السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا المشكل هذا اللي غنهضروا عليه اليوم، هو مشكل شائع، كاين اللي عارف وكاين اللي ما عارفش. حنا كنهضروا مع الناس اللي مبتدئين، ويلا غادي يوقع لهم هذا المشكل. يعني الا كانت هذا المشكل هذا الطريقة ديالو سهلة، هو انك كتكون كتخيط الثوب تيوقف في واحد المكان، كتقلب راه الضرب 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 وكيعمر الخيط. فاش كتبغي تهز الصباط باش تحيد الثوب كتلقاه لصق، شتو لصق. كاين اللي كيحاول معاه ينقيه يحيدو بحال هكا، انا نطرتو مزيان، ولكن فاش حيدتو، شوف فاش حيدتو عمر لي هنا بالخيط، وهذا الخيط هذا باش نقيه صعوبة، يعني ما غنعرفش، وحتى لو نقيت غيبقى لي خيط لداخل. غنوريكم الطريقة اللي هي ساهلة. شنو الأسباب اللي كتخلي هذا الشيء؟ الأسباب هو أن الخيط ربما فاش كيكون شي علو ولا شي حاجة، ربما كيخرج من هذا المنظم هذا، ولا كيدوز، ولا كيكون شي خملة، ولا بعض كيدوز مرخوف، ولا بعض المرات يقدر الثوب يوحل في واحد المكان، يعني تكون شي ثوب هكا تيوقف وكتقلب راه الضرب في البلاصه وكيتجمع الخيط. يعني مشكل عادي، ما كاينش شي واحد على وجه الارض خياط ما وقعلوش هذا المشكل هذا، وفي اي ماكينه تيوقع هذا المشكل، باش تكونوا فاهمين. يعني هذا المشكل راه عادي، كاين الحل، كاين اللي تيقبط وتيحرق هذا الخيط، تيبقى يحرقو بالبريكه وكيضيع معاه الوقت. انا غنوريكم الطريقه السهله ان شاء الله، هو انك نعشو الماكينه، نطفي الماكينه ديالي، نطفيها ونعس الماكينه ديالي هكا. شوف الى نعسها، شوفوا معايا، نهبط الكاميرا ندير بوز. هانتوما الاخوه اللي لاحظتوا ها فين عندنا المشكل، عمرنا هذا بالخيط، هنا عمرنا بالخيط، هنا كاين اللي كيجي تيبقى ينقيه، يعني تيبدا ينقي، تيبقى ينقي خيط بخيط. انا غنوريكم طريقه سهله، طريقه سهله هو ان عندنا هذا كواداري، هذا هو الكواداري، هو اللي مسؤول على هذه المساله هذه. تنقبطوه وتنحلوه، تنحلوه بمفك مراغي بحال هذا الشكل هذا عادي بلا، تنحلوه عادي، ما نحلوش حتى الاخر، يعني نخليوه لاصق باش اللي معلم راه تيحلو تيعرف يردو. هي بالنسبه للي ما عارفش، ها هو حليناه، ها هو حليناه، حليناه حليناه حتى حليناه مزيان. واخا يكون الثوب، شوفوا واخا يكون الثوب لاصق من هنا، بقى هنايا الا ما بغاش تحيد لكم الثوب وكان غيتقطع ما تحيدوش، خليوه تما وغديروا بهذه الطريقه. ونجروه لعندنا لهنا شويه، شوف ها هو جريته شويه لهنا، وغنحيد الخيط اللي فيه، ها هو ها الخيط اللي فيه، ها هو كامل تحيد بسهوله. انت غنشوف ها هو شو شحال خرج الخيط، شو شحال خرج الخيط، هانتوما مازال شويه، نشوف ندور هكا وهكا نشوف الا كانت شي حاجه غدير لي التعرقيل في الخدمه. ها هو حيدنا، نكون بعدا، شوف نكون بعدا حيدت هاد البواطه كانيط هادي، راه باش ما دير ليش التعرقيل، نكون حيدتها قبل، من قبل نكون حيدت هادي. ها هي راه مشغول اخويا، بلاتي بلاتي فهمتي، نكون حيدت البواطه كانيط. ها هي راه تنقات من الخيط، ها نتوما الا لاحظتوا، الا عندك شيته ديال السنان ولا شيته ديال الصباغه من الاحسن الواحد يبوز عليها بحال هكا باش تنطويها ويبان له كلشي. ها نتوما شتوا تنقى الخيط، يعني الخيط ما بقاش في هذا المكان هذا، شوف حيدناه. راه ان فوا تنحيدو الخيط من هنا، حتى الثوب اللي تيكون الثوب بحال هذا اللي تيكون واحد هنا من هنا من الوراء كنجبدوه عادي، كيتجبد بلا ما عاد نضربو تماره. دابا حنا فاش غادي نقبطو هذا حيدناه ياكو، وشوفوا معايا الله يرضى عليكم. ها نتوما شوف الا مشيت قبضت غير ركبتو رديتو، هو الا مشيت غير رديتو غادي يوقع لي مشكل، غتبقى تهرس لي الماكينه، غتبقى تهرس لي الابرة. اذا شنو، شوفوا عندنا واحد الفتحه، ها هي شوفوا هاد الفتحه هادي، غادي نزيد نزومي خمسة تعطينا الصورة مزيان، ها هي نصفي، ها هي شتو هاد الفتحة هادي، ها هي تيخصنا هاد الرويس هذا يجي في هاد الفتحة هادي، شتو راه جي فيها دابا، باش هو اللي تيقبطها، باش هو اللي تيقبط، هو اللي تيقبط هاد الثقب فين كتنزل ليبرا باش ما يدورش. ها هو هاد الثقب هذا اللي كتشوفو هنا، ها هو فين كتنزل ليبرا باش ما يدورش، يعني ما يوقعش أنه يدور هكا وهكا، يعني هو اللي كيشدو. هو إلا شتو عنده واحد الرويس خارج، ها هو هذا الرويس هذا خارج، ها هو وكيجي في هاد الخويه هادي، وتنحاولوا ما نزيروش، الله يسهل ما نزيروش معاها، يعني ما نضغطوش، ما نقبطوش ونضغطوه لهاد الجهه هكا مجهد، يعني غنقبطوه وغنطلعوه نطلعوا بيدينا هكا، شوف يطلع هكا للفوق وراه قابط الفتحه، ها هي قابطها، ها هي جاي فيها، وتنضغطوا عليه بيدينا هكا وتنثبتوا البورغي، يعني شوف كيف بالكم هكا، وكنثبتوا البورغي ديالنا. انا مع التصوير مع مقرب الكاميرا للماكينه
ما يمكن لي راه حتى كنصط الزيور وانا معذب، الا بقيت غير نحرك صبعي غنقيس هاد الكاميرا طيح. ها هي انا زيرتو صافي. ها نتوما راه كاين واحد الفراغ شويه بيناتهم، يعني خليتو ها هو راه كاين، ماشي راه زيرت هذا مزيان، هذا راه زيرتو مزيان، هاد البور غير تبتو مزيان. شوفوا الخيط عنده منين يدوز، انا واخا ندور الماكينه الا مشى هذا ما جاش في هذا الفراغ، من غندور الماكينه غادي يولي دور حتى هذا معاها. شوف الا ما جاش هذا الرويص هذا جا في هذا الفراغ هنايا في هذه البليصه ديالو في هذا المكان ديالو هنا، شوف واش تيبان. ها هو الا ما جاش هنا في هذا المكان ديالو اللي هنايا غندور. ها انتم شوف هذا الثقب هذا فيه كتنزل ليبره، هذا هو اللي تيبقى حاصر هذا الثقب باش ما يمشي لا لهنا ولا لهنا. انا واخا ندور الماكينه شوفوا شو ها هي كيبقى ثابته، يعني ليبره كتهبط في ذاك الثقب وتطلع. الا مشيت ما درتوش هنايا ما انتبهتلوش وما حطيتش بلاصتو غادي يولي يدور لي هذا، ولا دار لي هذا ليبره تقدر تجيني في هذه البلاصه اللي هي مسدوده هنايا، غادي يدور وغضرب لي هنا وغتهرس لي ليبره وغنصدق شي ما درتو. يعني هنا زيرتو، دابا غادي نردو الماكينه ونتاكدو واش نتاكد بانه زيرتو مزيان ونجربو واش غتخدم لنا ولا ما تخدمش. طريقه سهله ان شاء الله، هكا ندير بوز نشعلو الماكينه ديالنا، نركبو البواطه كانت هي الاولى نتاكدو ها هي راكبه. ونركبو الخيط ديالنا ونتاكدو واش الخيط دايز على المنظمات كاملين، يعني المنظمات هما هادو لا طونسيون، عندنا هادي وعندنا هادي خلاص كيكتبو فيها غير هادي، يعني المهم نشوف واش دايز على المنظم. تندوزوه من هنا الخيط ديالنا من هنا ووسط هادي ها هي، ندوزو على هاد المكان ونركبو الإبرة ديالنا ونجربو. هو هذا، ونديرو الخيط ديالنا يطلع وهي ما يوقع لنا لا تعرقين لا والو. الطريقة سهلة أسهل مما يكون. بسم الله هانتوما خوتي، غادي نكسري هي بلا سرية ولا بالمنية، كي غندير نكسري خصني نخرج رجلي عين قادة. أنا كيما غتشوفو راه حاولت نصورو ومضغوط لأن واحد السيدة كانت شرات مني ماكينه وقع لها هذا الاشكال وخصني ضروري ما نخليهاش، يعني نستافدو كاملين. دابا تبارك الله هانتا شوف نزدا نتاكد. هانتوما شوفوا معايا بعد النهار مصغر الغرزان كبرها شويه نتاكد مزيان. هانتوما الاخوان هذا اللي خيط، دابا عاد راه داير خيط من تحت من الفوق احمر ومن التحت ومن هنا من هنا قري رمادي ومن تحت الخيطه راه هي هذيك، راه واخا تشوفو هكا لان الثوب بيض ضروري غادي يبان فيها هكا، وين الغرزه راه هي هذيك ما يمكنش نزيد نزير لان صافي القياس هو هذا. ها نتوما هنا بدلنا الخيط هنايا نجربو بسم الله. ها نتوما شوف شوف الخدمه ديالها. دابا عاد نشوفو نشوفو هاد الماكينه هادي شوف، يعني صافي حنا مشكل عندنا تبارك الله. هانتوما الاخوان شوفوا ها الدار تبارك الله، الماكينه ولات مزيانه مخيره راس. انا دائما جاكي تنقول لكم انا بالنسبه لجاكي يعني خدام مع راسك. شوف 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 تبارك الله هانت شوف شوف هانت قطع داز ها 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 تبارك الله وضربه عامين هاد الماكينه راه عامين الزياده هي ما شاء الله. ها غير يكون الخيط مزيان ما تجيبليش خيط يكون في العين، ها ضربه عامين الزياده تبارك الله انت نزيدك. ها ها انت هطا. المهم الا كنت الا استفدتوا ولا بمعلومه ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك او الا كنت اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. الموضوع راه سهل اسهل مما يكون تصلحوه بيديكم، يعني باش الا وقع لك المشكل ما تلهوش. كاين اللي كيحرقوا بالبريكه كاين اللي كينقيه بيديه، انا وريت الطريقه سهله حتى الا كان الثوب هنا واحل من بعد فاش الا بقى الثوب ما بغاش يتجبد ما بغاش يتعيد الثوب هذا صافي خلي الثوب بلاصتو وقلب وهز الصباط هذا يتهز يتهز الصباط هكا فهمتوا، وخليت الثوب لاصق هكا مجرور وحل ديك البلاصه وحيد حيد ديك الخيط من تما وجبد الثوب غادي يتجبد بديك الخمله ديالو غادي يتجبد الثوب. بالنسبه للمشاكل كما قلت لكم اغلبيه تيكون الخيط دايز مرخوف من هنا، ولا بعض المرات تيكون الصباط مهزوز بحال هكا شويه وانت كتخدم وانت ما منتبهش
فهمتي؟ بعض المرات هو اون فوا كيتهز الصباط واحد المسمار هنا تيكون في هاد لاطونسيون تيخرج هو اللي تيخلي الخيط مرخوف. يعني باش كيديرها هي غادا يعني فاش كدوز في الخلط كتحاول تعطي الخيط مرخوف للخيط. المهم ما نعقدش عليكم الامور، مازال نهضر معكم على هذه المساله هذه، كاين واحد المشكل تاوا تيوقع في هذه الطريقه هذه، مازال ان شاء الله نوريها لكم. ما قلت لكم اذا كان الدرس يسهل ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم. هاني اختي ما كاين حتى مشكل.